السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عدد من الأسئلة وردت تسأل عن حكم متابعة كرة القدم والنظر إلى اللاعبين أثناء المباريات. هذا ضياع وقت ولا فائدة فيه، ووقت الإنسان ثمين، وقت المسلم ثمين، لا يضيعه في هذه الترهات. نعم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.